سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبث المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان للمجد والكرم سبحان بالفضل والنعم سبحانك اللهم وتعاليك سبحانك اللهم وحنانيك إلهنا إلهنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الذكر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصف يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا يا سيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا أنت ويا غاية رغبتنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا وأرحامنا ومشايخنا وعلمائنا ومن أحبنا فيك ومن أساء لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم للماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
وحشتنا في القبور اللهم أعرف وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور يا Yeah.